الكرام اهلا بكم اينما كنتم معكم مهند المدين في حلقه جديده من نبض البلد منذ اجراء الانتخابات البلديه في 27 اب الماضي ومواقف وتصريحات رؤساء المجالس البلديه تجد طريقها للاعلام وتعبر عن واقع تلك المجالس وازماتها فمن ازمه الديون الى ازمه الموارد البشريه الى معضله القوى البشريه المعطله ايضا الى الشراكه مع القطاع الخاص يبدو مشهد البلديات اكثر صعوبه من حجم الامل الذي انعقد على الانتخابات البلديه حين اجريت. ولعل هذا الواقع هو الذي دفعنا لنسأل الناس عن آرائهم بالمشاكل والحلول المطلوبة لأجل تحسين واقع الخدمات التي يطلبونها من مجالسهم المنتخبة. فلنستمع إلى آراء أبناء مدينة السلط كنموذج على واقع وحال البلديات. بدايه والله الخدمات اللي هي خدمه النظافه، خدمه فتح شوارع جديده، خدمه بنيه تحتيه جديده، بس احنا والله متفائلين خير بالرئيس والكادر الاعضاء لانه احنا شايفين فيهم نشاط بس احنا نتمنى انه يكون في امكانيات اللي على اساس ينفذ اعماله بس نطمح من رئاسه من رئيس البلديه انه بيأمنوا خدمات للمواطنين وبالنسبه لمصفات السيارات بالذات يعني للساحه اللي عاملينها كراج هي كانت مدرسه عقبه سابقا ويعني بالشتويه تصير كلها ميه فلو بزفتوها الفتره هذه المقبله ان شاء الله من هالبداية الشتويه وتنظيم الشوارع بالذات يعني لانه عندك اصطفاف مرات. اذا بدك تصف سيارتك ما تقدر تلقاها مصف من حيث النظافه اللي هي الكل ابناء مدينه السلط الحقيقه يعني بتاملوا انه تزداد الاهتمام بالنظافه بحيث انه كل مواطن يشعر فيها شغله ثانيه ايضا خدمات الشوارع ايضا الخدمات اللي هي تزفيت وتعبيد الشوارع والدخلات أيضا خدمة الأحياء الجديدة هناك بعض الشوارع بحاجة إلى تعبيد أو فتح جديد والله أول طلب من من رئيس البلدية هو عمل سوق شعبي للمواطنين أولا يستفيدوا منه كمواطنين بالبلد كمواطنين عاديين وكمواطنين عدم مؤاخذه بيسترزقوا يعني اولا للشراء وثانيا البائع نفسه يعني بلاقي مكان يتامن فيه بدل ما يظل مثلا هنا على ناصيه الشارع بظل تاع البلديه والمحافظه يظلوا ركض ورانا صحيح يعني المواطن اكثر شيء بهم النظافه التركيز على النظافه شغله البسطات بالشوارع يعني بالاسواق لانه بتحيق المواطنين جميع الخدمات ناقصه بالبلد اول شيء مواقف السيارات بشكل الصحيح ما فيش ازدحام شارع شاء عدم توفر توفر البسطات فقيرة، الفقيره بسطه قاعدين شارع الحمام هو طريق طريق السلط السياحي بنطلق من المدرسه وقبل نافع المتحف بنتهي بشارع الخضر هذا كله بسطات يعني ما الحق على رئيس البلديه ما يوفرون بسطات داخل البلد او اكشاك الكتاب وأهل الرأي أيضا توقفوا عند واقع البلديات وظروفها وذلك ما عبر عنه القاضي الدكتور عز الدين كناكرية في مقالة له بعد الانتخابات بأيام بعنوان الانتخابات البلدية ماذا بعد والتي نشرها في جريدة الرأي وعبرت الانتخابات وجاء فيها العديد من الأفكار ومنها ملفات عديدة أمام المجالس المحلية لا بد معالجتها بالتنسيق مع الحكومة في المجال المالي هناك وضع مالي صعب لدى أغلب البلديات تتمثل المديونيه العاليه التي تقدر بحوالي 400 مليون دينار، معظمها يمثل مديونيه على امانه عمال كبرى ومبالغ كبيره غير محصله تقدر بحوالي 150 مليون دينار، وفي المجال التنموي هناك حاجه الى اقامه مشاريع تنمويه في المجتمعات المحليه، ما يمكنها من المساهمه في النمو الاقتصادي ومكافحه الفقر والبطاله. أيضا هذه المقالة أيضا زامله فيها الكاتب جميل النمري في جريدة الغد الذي تحدث بقالة عنوان البلديات بعد الانتخابات وطالب فيها الحكومة بالشروع مباشرة بتشكيل لجنة لإعادة ترسيم وضع البلديات من حيث الاندماج وعدم الدمج معتبرا أن وجود مجالس محلية ثلاثة مجالس على مستوى الألوية مجالس منتخبة على مستوى البلديات مجالس على مستوى المحافظة والطريق للديمقراطية وتحقيق اللامركزي وسط هذه التحديات كلها فإن لكل بلدية خصوصيتها، سواء كانت جغرافية أم خدمية أم حتى سياسية، وهذا ما تشهده في أيامنا محافظات الشمال خصوصا المفرق وأربد جراء حركة اللاجئين السوريين، هذا ما أكده وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين بوفد يمثل المنظمة الدولية للهجرة. قائلا ان العديد من البلديات لم تعد قادره على تقديم الخدمات جراء الازدياد المضطرد لاعداد اللاجئين السوريين وان الضغط طال جميع الخدمات كالنظافه ومكاب النفايات والصرف الصحي والبنيه التحتيه. عموما في كل مناطق اللجوء المتمركزه بمناطق الشمال من المملكه هناك واقع صعب مما ضاعف اعباء البلديات. هذا ما اكده ايضا حسين بني هاني رئيس بلديه اربد الكبرى لكاميرا رؤيا متحدثا عن واقع بلديه اربد هذا اليوم نتابع. نحن متفائلين بالخير لكن الوضع هو ليس كما يتمنى مواطنين بلديه اربد توجد الكثير من المشاكل اللي تعاني منها البلديه من نقص في الميزانيه عجز في الميزانيه البلديه عجز كبير وللاسف في خلينا نقول كثر عدد الموظفين الموجودين في البلديه اللي بيستهلكوا الجزء الاكبر من الميزانيه ميزانيه بلديه اربد وضع الاليات اللي هي وجدت لتقديم الخدمه الاليات البيئه خلينا نقول هو وضع وللاسف ايضا هو وضع سيء العمر العملي لهذه الاليات غالبيتها منتهي ما هذا الوضع نجد صعوبه في تقديم الخدمه ووضع برضه كمان اللي بيزيد شوي الوضع صعوبه اللي هو وضع اهلنا وحباننا السوريين اللي حاليا متواجدين في مدينة إربد واللي ما بقل عددهم عن 200 ألف مواطن فسنواجه الجميع يعني بتقصير في الخدمة ولكن نوعد إحنا الجميع المواطنين إن شاء الله أن نكون على قدر هذه المسؤولية وأن نفعل جميع الكوادر والآليات في هذه الفترة إن شاء الله أن العمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة نحن عملنا خلال الأسبوعين اللي فاتن اللي هو منذ بداية تولينا هذه المهمة ونأمل من الله أن يكون في عوننا إن شاء الله أنه عملنا على تفعيل الكادر البلدي بعد ترتيب بيتنا الداخلي مبدئيا بداية وعلى تفعيل جميع الآليات والموظفين في المناطق على تفعيل تقديم الخدمة لجميع المناطق وخاصة في مناطق عندنا اللي هي فيها شبه نقول يعني كوارث بيئية اللي منطقة الرابي ومنطقة إيدون ومنطقة المنار والنصر هذه المناطق اللي فيها كثافة سكانية كبيرة جدا وصار فيها هو مش تقصير هو في قلة إمكانيات بالآليات أنه ما تقدمت إلى فتراكمت هذه النفايات والتراكمات لفترات طويلة جدا فقاعدين حاليا من عاني إحنا لكن الوضع نأمل أنه هو أحسن حاليا المواطن صار يحس أنه في شوية تحسن حديث من الواقع ولكنه الواقع الصعب لكن ماذا عن آفاق المستقبل الذي يحتاج إلى المزيد من العمل وبناء الشراكة الفاعله؟ هنا تبرز أمام المطالع لحال بلدية عدة أسئله ومنها كيف يمكن للمجالس المنتخبه أن تلبي طموحات ناخبيها؟ هل سيشهد المواطن مستوى جديد من الخدمات المقدمه له؟ كيف يمكن مراقبة أداء المجالس البلدية المنتخبة ومحاسبتها هل يمكن لصندوق تنمية المحافظات الذي بدأ العمل به في تمويل مشاريع صغيرة في المحافظات أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق وهل من مجال ممكن لتتوافق ميزانية المجالس المنتخبة مع مجال التخطيط المستقبلي مع جولات الحكومة الحالية في المحافظات للتخطيط الشامل للتنمية ثم ماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص هذه الأسئلة وغيرها مما يمكن أن تثيروا أعزائي المشاهدين نطرحها الليلة ونناقشها مع ضيفينا كل من المهندس محمد المعيطة رئيس بلدية الكرك الكبرى والمهندس خالد الخشمان رئيس بلدية الصدر الكبرى إلى أن نبدأ معهما الحوار بعد الفاصل يمكنكم أيضا البدء أيضا أنتم بالحوار الإلكتروني ومشاركتنا هذا النقاش حول واقع البلديات في الأردن بعد الانتخابات ابقوا معنا نبدأ حوارنا بعد الفاصل أرحب بكم أعزائي المشاهدين ومستهل هذا الحوار مع ضيفينا الكريمين وأبدأ معك مهندس محمد المعيطة انتهت الانتخابات وجئتم إلى الواقع الصعب الذي يصفه الجميع ما هي ملاحظاتكم الأولية؟ مساء الخير في البداية لك وللإخوان في البرنامج وللإخوان المشاهدين الواقع يعني معروف لي كشخص سابقا كنت رئيس للبلدية الامكانيات الماديه للبلديه حقيقه من سيء الى اسوء واقع الخدمات ايضا يعني متردي الى درجه كبيره اضافه الى ذلك عاشت البلديات في الاردن بشكل عام من 2010 بطريقه غير قانونيه عن طريق اللجان للاسف وهي اللجان لم تكن بالاساس لا قانونيه ولا دستوريه وايضا تعاقب العديد بالذات في الكرك تعاقب العديد من رؤساء البلديه على البلديه حقيقه انهكها، يعني انا ما بقول انه ادائهم كان لا سمح الله سيء او غير مقبول، لا وجود ثمن رؤساء خلال ست سنوات اثر على هذه المؤسسه بطريقه أه لم تكن في الصالح العام، لا في صالح الموظفين البلديه ولا في صالح البلديه ولا في صالح متلقي الخدمه اللي هم المواطنين. تغير افكار تغير برامج وبصوره كبيره يعني اكثر مده لرئيس لجنه لم تكن اكثر من سنه هذا التغيير بوضعيه الكبير. بوضعيه غير قانونيه مهندس يعني الوضع الغير قانوني او الشكل الغير قانوني او الشكل الغير خلينا نقول مؤسسي كما بنعكس يعني ما يعني ما هو ما هي جوهره وشو جوهر هذا؟ ما هو الشيء القانوني حقيقه كان بالقانون انه لا يجوز استمرار اي لجنه بلديه بعد حل المجالس البلديه اكثر من ست شهور كان يجب على الحكومات السابقه ان تلتزم بالقانون بالاساس ولا تلجا الى التعديل ولا تلجا الى التفسير من خلال مجلس التشريع في رئاسه الوزراء لو كانت هناك مجالس منتخبه من البدايه كان اداء البلديات غير لانه كثير من الحالات الصعبه والمواقف والمشاكل التي كانت موجوده لدى البلديه عندما اسال الموظفين المشكله الفلانيه لماذا لم تحل المش... القضيه الفلانيه لماذا لم تحل اكثر الجواب كان ان اي رئيس بلديه موجود او رئيس لجنه كان يقول ممكن اقعد شهر او شهرين خلي الرئيس فل... اللي وراي هو, فل... هو يحل راهن على الزمن يعني نعم لانه حقيقه يعني كانت امزجه الوزارات المختلفه هي التي تكرر من هو رئيس اللجنه القادم طيب شكرا لك مهندس خالد الخشمان يعني امام مشاهدي رؤيا وامام اهل السلط اللي بيشوفوك، ما هو واقع اهل بلديه السلط؟ بكل صراحه وبكل شفافيه حتى الناس لا يبنوا امال كثيره مع الامل طبعا بان يكون هناك يعني شيء جديد ان شاء الله. اول شيء مسيك بخير يا سيدي كريم. واتوجه بمساء طيب الى جميع المشاهدين على امتداد الوطن الاردني. حقيقه احنا في مدينه السلط لنا اعتبارات كثيره في في اداء الخدمه. عندما بدانا المعركة الانتخابية أو الحملة الانتخابية أنا كنت شخصيا دارس وضع البلدية من كل النواحي وكانت عندي ملفات كاملة عن كل العمل البلدي بكافة أقسامه لذلك أنا أعتقد أني لحد 70% كنت متوقع الوضع السيء اللي هو فيه لكن لما بدأنا في العمل وبدأت أدخل في كل المناطق في مدينة السلط بزيارات ميدانية تبدأ من, من الساعة 5 صباحاً ادركت انه حجم حجم المشاكل في المدينه اكبر مما كنت اتصور اكثر مما كنت دارسه نعم. او نعم. اولا ان المواطن يرغب بخدمه افضل والخدمه المباشره التي تؤدى للمواطن هي خدمه النظافه خدمه معالجه المشاكل المتاتيه من الحفر فتح وتعبيد هل هذه القضايا بدها مقومات أن, ان نعمل بها اول خطوه تعاملنا معها حصرنا الكادر العامل في في الخدمات وتاكدنا انه مدينه كمدينه السلط حوالي 100 كيلو متر مربع فيها حوالي 90 عامل نظافه 15 منهم حوالي لأعمال إدارية اذا في عندي نقص بالكادر الكادر النظافه 75 نتحدث عن السلط والكبرى يعني القصبه وثمان مناطق فهذه هذا العدد اول شكل بالنسبه لي صدمه لمعلوماتي ان عدد العاملين في النظافه اكثر من هيك ثم توجهنا الى المعدات انا بحاجه لمعدات للعمل تبين انه المعدات في مدينه السلط بحاله مزريه من الطراز الاول هلا هل اقول انه هناك معدات لكن موضوعنا هي اليه التعامل مع المعدات كانت خاطئه بالمطلق ليش؟, ليش لما يكون عندي كم هائل من المعدات 60% منهم سكراب لانه لا في فنيين متميزين بالصيانه ولا في مركز صيانه حقيقي ولا في مهندسين قائمين على العمل ومع ذلك انا بقول الجهد اللي ببذلوه الزملاء الموجودين من فنيين جهد خرافي لكن الامر فوق طاقتهم الاستيعابيه يعني انا عندي مهندس كهرباء يقود الميكانيك بالكامل وهو متميز لكن موضوع ان تبقى اليه العمل في هذه الطريقه والصيانه انت بتقدر تشتري كل يوم ماكينات لكن ديمومتها هي الموضوع الاساس احنا بحاجه حقيقيه لايجاد قضيه اساسيه هي مركز صيانه متميز هذا احد اوجه نعم. الحلول بس انت جئت بطموحات نعم. وبنيت يعني معرفه كما تفضلت يعني درست حاله بلدي الان انت هل تشعر يعني بالاحباط بدايه نعم. ولا, ولا لا أبداً, ابدا هناك لديك أبداً امكانيه ان شاء الله انه اولا انا لا يعني, يعني لا يمكن ان اشعر بالاحباط لاني انا نازل خدمه لابناء مدينتي ولن اتراجع ولا قيد أنملي عن اداء واجبي باكمل وجه الاحباط اذا تقاعست الناس احنّا عنا أيدي عاملة موجودة لم يتغير عليها شيء لكن حجم الأداء اللي صار خلال الأسبوعين القادمة بشهادة المدينة كاملة أضعاف ما كان يحدث يومياً. طيب. إذا أنت بدك إدارة متميزة لإدارة الأيدي العاملة الموجودة. صح. وهذا ما يليق في السلط وأهل السلط الطيبين أن يكون يعني بلديتهم يعني نموذج فخر للناس في العمل. طيب مهندس محمد أيضاً يعني بما أنه الواقعين متشابهين، ربما يكون وضع في المفرق نفس الشيء، ربما يكون في العقبة في معان في إربد و انتم نموذجين لرؤساء بلديات منتخبه في نفس الواقع ربما تتشابهون وشفنا رئيس بلديه البلد. ما هي اولوياتكم مهندس محمد فيما يتعلق في بلديه الكرك؟ الاولويات بالنسبه لبلديه الكرك أي بلديه اردنيه اللي هي في البدايه تحسين واقع الخدمات الموجود في البلديه. اهم عنصر بجوز في واقع الخدمات اللي هي مساله النظافه، مساله النظافه مساله مهمه جدا جدا للمواطنين تحديدا ولزوار المدينه. هاي النقطة يعني راح نعطيها أول أولوياتنا مع أنه الحمد لله مسألة النظافة يعني تكاد أن نقول مقبولة داخل مدينة الكراك لكن بحاجة إلى أن تكون جيدة ورفع مستواها لكل المناطق وليست فقط في المدينة النقطة الثانية المسألة المهمة حقيقة واللي كانت أنا ضمن رؤيتي لعودتي للانتخابات مرة ثانية اللي هي لابد من عمل حقيقي للمشاركة الشعبية في صناعة القرار في المجتمع المحلي واعتبار البلدية حكومة محلية مصغرة تهتم بكل مجال من مجالات الحياة في المحافظة بشكل عام كيف بدك هذا الأمر هذا الأمر ممكن تنفيذه وبدأنا حقيقة من أول قرار للمجلس البلدي بتشكيل مجلس استشاري هذا المجلس في نوعان من اللجان لجان متخصصة <تسألحة> كل لجنة متخصصة في شأن من شؤون الحياة مثلا لجنة متخصصة للمياه لجنة متخصصة للصحة لجنة متخصصة للسياحة لجنة متخصصة للثقافة لجنة متخصصة <متحدث> <CPU متحدث> للخدمات لجنة متخصصة للشباب هاي سوف تكون اللجان من أصحاب الخبرات أيضا في كل منطقة من مناطق البلدية سوف نعمل على تشكيل لجنة محلية من خمسة إلى ستة أشخاص وظيفة هذه اللجنة تحديد المشاكل تحديد الاحتياجات لكل منطقة من المناطق البلدية لأنه هم الأقدر حقيقة على معرفة أين تكون موقع المدرسة القادم في الحي الشرقي في الحي الغربي في الحي الفلاني أو في المنطقة الفلانية هل من المناسب أن يكون هناك توسع على المركز الصحي هل من المناسب أن نعطي أولوية لفتح الشارع أم لطبقة أسفلتية جديدة يعني عمل صيانة لموقع ثاني هل الانسب الان الاهتمام باناره وكيف يتم تحديد هذه الاولويات؟ يتم الاجتماع مثلا وتنسيب نعم المناطق نحن, يعني نحن, نحن, نحن بدانا بتشكيل باخذ قرار مجلس بلدي لتشكيل هذا المجلس سوف نعمل الان من خلال لقاءات مع المواطنين كل منطقه ضمن منطقتها منطقة, منطقة الثانية منطقة أدر منطقة المشي كل المناطق الموجودة ضمن حدود بلدية الكرك سوف نشكل لجنة في كل منطقة من هذه المناطق بالاشتراك مع المواطنين طبعا يعني المواطنين هم هم من يفرز الاعضاء هذه اللجنه اربعه او خمسه بالاشتراك مع عضو المنطقه ومدير المنطقه للعمل في اجتماعات دوريه متكامله بعد فتره زمنيه بعد اربع شهور او بعد خمس شهور سوف يكون اجتماعات ايضا دوريه مع اللجان المتخصصه نخرج بمحصله بكتيب او بكراسه نقول خطه اولويات الكرك المشروع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع الفلاني احتياجات المناطق المدرسه الفلانيه والعياده الصحيه الفلانيه والمصنع الفلاني والمركز الفلاني بهذه الطريقه حقيقه بطريقه تجسد المشاركه الشعبيه الحقيقيه مع المواطنين سوف ن سوف نكون نحن من نصنع القرار أغير. للمحافظه بهذا الشكل ونقطع الطريق حقيقه عن كل مشروع بيجينا من عمان في الباراشوت كما اعتدنا في السابق، احنا للاسف مشاريعنا كانت تجينا من العاصمه عمان ما بنعرف هذا المشروع ليش جاي مدى نجاحه، ما فيش دراسه للظروف المحيطه حوالي هل ممكن ينجح هذا المشروع او ممكن ينجح؟ احنا كثير بنشاهد مدرسه مكلفه 4 ملايين ما عشر 10 طلاب. كثير بنشاهد عياده سنيه في منطقه ما براجعها خمسه في السنة أي. لقطع الطريق على هاي المشاريع الصورية التي لها. غير مخطط لها أن نجعل المواطنين هم من يصنعوا هذه المشاريع ونقول لأي زيارة حكومية قادمة من الكرك هذه مشاريع الكرك وهذه أولويات الكرك ولا نريد أي اجتهاد من أي مسؤول كان شكرا إذا من الواقع مهندس خالد يعني الحكومة تقوم الآن بجولات للمحافظات ربما كانت في مادة بالأسبوع الماضي و وفي جرش وعجلون قد تزور السلط وقد تزور الصوت. نعم ما هي الاولويات التي ربما ان تقدموها ل... وهل يمكن ان يشارك الناس في هذه الصيغه من القرار الشعبي وبناء القرار من تحت وتحديد الاولويات من خلال حاجات المجتمع الحقيقيه ما هو السبيل لذلك؟ يا سيدي الكريم يعني انا بدي احكي من حيث انتهى زميلي اولا كانت هناك موضوع المخطط الشمولي للمدينه والمقصود بالمخطط الشمولي هو يعني شمول جميع مناحي الحياه للاسف الشديد ما زال الخطة الشمولي في طور الانعاش في وزاره البلديات. احنا يعني من حسن الحظ اني انا كنت من الناس اللي وضعوا الخطه التنمويه للمحافظه وحطينا اولويات للمشاريع. نعم. الزيارات اللي بتقوم بها اصحاب المعالي الى المحافظات هي يعني جهد مبارك لكن اقول يعني ان الكم بالحضور لا يعطي نتيجه. يعني النقاش يتوزع لا لا تتركز على قضيه معينه ولم نصل الى نتيجه اننا سننفذ كذا. نطرح لكن موضوع التنفيذ مع وقف التنفيذ. هاي نصيحه للحكومه طبعا نصيح نعم. إنه يركزوا نعم. يعني ضيوفهم يركزوا محاور نقاشهم بالضبط. مع الناس ما نعم. يكون عامل. هلا احنا في مدينه نعم. السلط يعني اذا بنتحدّد ما هي اولوياتها. نعم هلا انسى واقع الخدمات. صحيح. انا, أنا مشكلة يعني نعم انا اعاني من مشكله اساسيه في مدينه في مدينه السلط الكبرى قضيه الازمه المروريه دخولا على المدينه وداخل المدينه يعني مرحلتين هندسه مرور يعني احنا عندما نتحدث عن الدخول الى المدينه عندنا خمس مواقع فيها مشاكل الدخول من عمان باتجاه الصويلح الى السلط كارثه ويعني اللي بدخل يعني ما بيرجع ما بعود يرجع السلط الا ساكنه المدخل الاخر هي منطقه الارسال وبحاجه الى اعاده اعاده تاهيل المدخل الثالث هو من منطقه الفحيص ومشكور الحكومة أبلغتنا أنه هلا في توسعة لطريق الحياس الداخل على السلط التقاء بتقاطع منهاج لأربع مسارمة من فهذه مشكلة نستطيع نقول إن حلت هلا عودة إلى إلى المداخل الأخرى إحنا عنا تم تنفيذ مشروع السلط الدائري الجزء الأول صحيح. وطرح المشروع الدائري الجزء الثاني لكن أنا كمهندس طرق ومرور أقول إذا لم يكتمل الجزء الثالث ستبقى الموضوع كما كان ما في إحنا بحاجة لطرق خارجية تربط بي بتفرعات الى المناطق المغاريب وما حولها فاول شيء نحن بحاجه الى استكمال مشروع في شارع صل... ستين. نعم, الجزء <applause> نعم الجزء الثالث يعني مش معقول بده اربع سنوات ونقف عند نقطه بواد ما نكمل وما نكمل فاحنا بحاجه ان ينشا هذا المشروع متزامنا مع الجزء الثاني طب هل هذا ضمن الاولويات نعم اللي نعم ضمن الاولويات نعم. اللي طرحت نعم احنا بحاجه لايجاد نفق في منطقه صويلح وهذا مشروع ضخم جدا في سوق صويلح الرئيسي نعم يعني حتى موجود فاذا احنا هذا الموضوع ضروره جدا هلا انا بالداخل مع امانه عمان هذا؟ نعم هذا بالداخل مع امانه عمان هو جهد مشترك زي ما تفضلت وزاره الاشغال وامانه عمان والبلديه والبلد 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 السلط وليس الامكانيات مش مضطر اللي على الجامعة عمان الاهليه او اول السلطة او الترخيص نعم يمر بكل هالازمه بالدوريه بس هلا في عندنا من منطقه ربط المحافظه اللي هي من الطلوع اللي بيجي من عين الباشا والبقعه بده بحاجه لتوسعه حتى نحل مشكله الدخول على المدينه استكمالا هناك مشروع لربط محافظه جرش بمحافظه البلقاء عن طريق السد الملك طلال وهذا المشروع تم تصميمه واوقف لاعتبارات انه سلطه المياه او يعني سلطة وزاره المياه والري قالت انا بديش استخدمه جسم السد لازم من, من يقول يعني. شبكه البقعه ام جوز السلطه هذه ربما إذا هلا, هلأ, هلأ سيدي مجزء اذا مجزء تسمح لي بس بما نتحدث ثم نتحدث عن داخل المدينه هلا بديش استكمل كل اللي حول المدينه حتى لا نطيل لكن انا داخل المدينه عندي مشكله في نقاط أزمات صحيح هلا في في صحن المدينه اللي هو المنطقه السياحيه او طغاتي فيها هذا الموضوع يسلك يوميا 10000 سياره وكل سنه بزيد عدد السيارات المستخدمه لهذا الوسط بحوالي 600 الى 1000 سياره. احنا ما عندنا مواقف سيارات الا مدرسه عقبه وهي مؤقتا سنقوم بانشاء مشروع عليها. طيب اذا بلشنا نفكر وين بدنا مواقف؟ البلد ما فيها مواقف نهائيه. المشروع الاول والضروره القصوى ان يتم انشاء مواقف سيارات في مدينه الصلب. هلا في عندنا احنا مقدمين على مشروعين اساسيين داخل المدينه بشكله يعني اذا لم نحسن ادارتها لن تستطيع المدينه ان تعيش. الاول في مدرسه اطلب منها في المشروع السياحي والثاني اعاده تاهيل اللي هي مواقف الباصات من خلال هيئه تنظيم قطاع النقل. هلا تزامن المشروعين بحاجه كل في عاليه لهذه المشروعين. مش الكل في الحاليه، هلا اداره هلا اول شيء الكلفه احنا لدينا تصور يختلف عن تصور يعني هيئه تنظيم قطاع النقل على قضيه الكراجات وتاهيلها. لانه انا عندي شارع استملكت قطعه ارض 7 دونمات كلفتني حوالي 2 مليون والارض الاخرى كلفتها 2 مليون يعني ارض كلفتها 4 مليون دينار تعطى الى مؤسسه تطوير قطاع النقل لعمل مواقف للباصات فقط طب انا بدي مواقف سيارات هاي التفاصيل كثيره عم. مهندس يعني لا هاي مشكله النقل عم. مشكله اخرى عندي عن النقل. مشكله النقل عندي مشكله الخدمات الخدمات عندي مشكله اساسيه هي موضوع الفتح والتعبيد <applause> الصلت تتسع واتساع بحاجة إلى طرق طرق جديدة فتح طرق جديدة عندي مشكلة بالطرق القائمة بدها صيانة وفتح طرق جديدة هذول القضيتين زي ما تفضل زميلي الأولوية لا يمكن أن نفصلهم عن بعض هذه أولوية وهذه أولوية في ظل إمكانيات مالية محدودة في ظل عدم وجود تخطيط واضح للمناطق المراد فتحها كمناطق سكنية في ظل أنه التوسع العشوائي في في الابنيه انت مضطر تلحق المواطن الى بيته اللي ببنيه هلا مواطن بيجي براس جبل بيبني بتقول له بدك تلحق تلحقه بالخدمات هذا موضوع احنا اذا لم نلجا الى تخطيط شمولي لهذا لفتح مناطق سكنيه جديده وتقديم خدمات مبكره لهذا الموضوع سنبقى عاجزين عن عن الحاق الخدمه للمواطن. طيب خلينا اشوف ايضا المهندس معيطه طيب. يعني بما انه متشابه ربما الحاله في كل المحافظات ما هو السبيل طب للحصول اموال ما في ايرادات بلديه متراجعه ما بعرف عن مستوى التحصيل وفي افكار جيده في الميدان لكن من الذي سينفذ لكم كل هذا يعني يعني هناك البعض يقول انه انتم حسب تقرير في جريده الغد الزميلة فرح عطيات ارتفاع عجز الموازنه والمديونيه وتراجع الخدمات ملفات مزمنه ومرحله في البلديات تحديات ومعيقات كبيره تنتظر رؤساء بلديه بعد انتخابات اب هذا كان قبل الانتخابات اليوم نحن وصلنا الى الى الواقع نعم أه السيد الكريم كيف نحصل آه على التمويل لهذه المشاريع؟ ما هي خطط؟ ما هي تفضلت بالشراكه المجتمعيه أه سلم الاولويات لكن هناك ايضا تحديات جاي شتاء كما نحن مقبلين عليه ما نعم. هي خططكم؟ الإمكانيات المادية بجزء أحد المشاكل اللي بتواجهها البلديات بشكل عام يعني لإنشاء آه مشاريعها اللي بتخطط لها وبتفكر فيها وهي يعني مشكلة مهمة جدا جدا لكن ممكن يكون في بعض المشاريع ضمن إمكانيات محدودة وتعاون المواطنين حقيقة طيب ممكن إبرازها للوجود لكن الأهم من مشكلة المشاريع التنموية بشكل عام وموضوع التنميه بشكل خاص، انا بدي اعرج بس على نقطه بسيطه ومهمه بجوز تكون غايبه عن بال المسؤولين اللي هي مساله هيبه الدوله وسياده القانون، لانه كثير من المشاكل اللي احنا بنواجهها هي لغياب سياده القانون، كيف؟ الحكومه حقيقه تدعم البلديات وتدعم بعض الوزارات والمحافظات في مشاريع تنمويه لكن لغياب المتابعة ولغياب سلطة القانون نفتكر إلى أثر تنموي لهذه المشاريع مثلا الكرك نفذ فيها مشروع سياح وبعض المدن الأردنية أيضا نفذ فيها مشروع سياح تصرفات فردية تعدي من يعني أشخاص شوارع. وتعديات من أشخاص محدودين في غياب سيادة القانون لمعالجة هذه التصرفات السيئة من افراد او باسطات او ازمه سير بعض المرات ممكن تكون مفتعله، يعني في ازمه سير حقيقيه وفي ازمه سير مفتعله من باصات وبالذات ظاهره باصات الان اللي هي الركاب بنسميها باصات الكيا نقل هذه الخاصه. حقيقه هذه مئركة بال المسؤولين وبجوز ماركه اكثر البلديات لانه اكثر المكاتب السياحيه الان بالنسبه للكرك. وقفت رحلات السياحية للمدينه نتيجه ازمه السير الموجود السير هلا في القطاع السياحي يعني يعني هو المواطن بيلجا لهذه الاساليب النقل ما في شبكه نقل يعني محترمه انا أو انا أو انا يعني يعني ما في عندي مشكله انه في عندنا مشكله بوسائل النقل العام طيب في عندنا مشكله تقصير من البلديات في موضوع مواقف السيارات م. لكن في مساله واضحه بنشوف اللي هي في تعدي واضح صحيح. على موضوع هذا بنشاهده بسوق الكرك نعم. اسمح لي قاطعك اليوم كان في مقاله في مقاله للزميل ابراهيم القيسي بجريدة الدستور نعم. آه بزاويته بتحدث فيها عن الوضع السيء لشوارع الكرك في الليل بعد الساعة 2 بالليل يعني التعدي على آه حرمة الشوارع نعم. والسيارات المسافة <applause> المشروع السياحي أصبح معيق للناس وصارت السيارات فوق الرصيف هذه حالة موجودة بس حقيقة لو كان في سيادة للقانون وتعاون من كل الاجهزه اللي بتنفذ القانون في هذا الموضوع ما بنشوف هذا الازمه بهذا الشكل اللي بنشوفه الان ثنين هذا مش مو على الموضوع السياحي لحد الان احنا بالجامعات احنا بتصرف الدوله وبتنفق ملايين الدنانير على انشاء جامعات لكن للاسف نتيجه عنف صيح. داخل الجامعات بسيء في غياب سياده القانون بسيء وبنخسر كثير من الطلبه اللي الوافدين اللي بيدرسوا في الجامعات على مستوى مستشفيات احنا بنقيم مستشفيات لوزاره الصحه للاسف اثنين ثلاثه مرافقين لمريض بكسر المستشفى وباثروا على م... هذا موضوع تنميه متكامل ان لم يلازم سياده قانون حقيقه ما بيكون في اثر تنموي واضح لهذه المشاريع هذا بشكل عام بشكل خاص لو دخلت على <applause> اسمح نتوقف عند هذا للأم... الجانب الاخص في في التحليل <applause> لواقع البلديات لكن بعد الفاصل خلينا نأخذه معنا فاصل ضروري لازم ناخذ فاصل بعد الفاصل اعزائي المشاهدين بانتظار ايضا تفاعلكم وارائكم والعوده من جديد لحوارنا نعود اعزائي المشاهدين من جديد الى حوارنا مع ضيوفنا مهندس محمد معاطا كنت تتحدث بشكل خاص عن تحديات الاولويات تفضل يعني احد الاولويات اللي احنا بنواجهها اللي هي ازمه السير الخانقه اللي موجوده في المدينه وجزء منها حقيقه عدم وجود مواقف للسيارات الان المجمع الجديد في شرق الكرك بحل مشكله المجمع الجديد راح يحل مشكله وسائل النقل العام فقط لا غير لكن السيارات الخاصه يعني في عندنا مشروع طموح للبلدية اللي هو مكان قاعة الشهيد هزاع يعني هذا المشروع سمي بمجمع الشهيد هزاع بضم قاعات وبضم مواقف للسيارات ممكن يستوعب 180 سيارة حقيقة لما يأخذ 180 سيارة من صحن المدينة راح نشعر أنه في مواقف متوفره داخل المدينه وممكن يساهم في تخفيف ازمه السير، هذا المشروع طميح طموح منذ سنوات عديده لكن للاسف لكن ما الحكومات المتعاقبه لم تاخذ بعين الاعتبار بانه هذا المشروع هو من اول اولويات الكرك. طب وين يعني طب يعني مهندس اسمح يعني الان انت انا مرشح وانتخبوك الناس واعطوك ثقتهم يعني في نواب ايضا في ممثلين للدوله للكرك في الدوله في مجلس النواب ما هي خطوتكم لتصعيد مطالب الناس وتحقيقها؟ يعني في النهايه الناس رايحين يسالوك بكره بعد ما تمضي سنه او بعد 100 يوم أو بعد سنتين يعني اذا بتقول لي من سنوات يعني الوضع معطل، نعم ما نعم الذي يجعلكم نعم على ثقه نعم بانه نعم سيتم تحسين الوضع ايضا؟ الـ 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 الان يعني من خلال المشاركه الشعبيه اللي انا تحدثت فيها قبل شوي وتشكيل المجلس الانشائي راح نضغط باتجاه انه اولويات الكرك يجب ان تخرج من الكرك لقطع انا يعني حكيت لقطع الطريق على كل متنفذ انه يحدد مع الوزير صديقه او بعرفه انه يسوي له المشروع الفلاني في المنطقه الفلانيه او ان كل المخصصات الفلانيه في المنطقه الفلانيه مع تحديد اولويات كان يتم هذا يعني؟ نعم هذا للاسف هو بالكرك بالكرك وبالاردن هو احد اسباب الفساد اللي موجوده انه هاي المشاريع بتكون بـ بـ بدون دراسه يعني مشاريع انا بسميها تنزل في البرشوت من عمان ما حدا بيعرفها ليش صارت؟ شو الظروف البيئية لنجاحها؟ شو متطلباتها؟ لا احنا للاسف من بنلقى بنلقى ملايين من الدنانير صرفت من وزارة التخطيط على مشاريع متوقفة. هذه آه. هاي, هاي المشاريع حقيقة لو كانت بتلبي حاجات الناس وبتحل مشاكل الناس رحل هذا رحل المشروع جميل. هذا المشروع من اول اولويات المحافظة في الكرك اللي هو إنشاء مجمع لمواقف السيارات يعني مدينة كبيرة في الكرك الآن لا يوجد فيها قاعة مع قاعة, مع ل... قاعة مع لنشاط مع ثقافي نشاط اجتماعي أو أحد النشاطات الأخرى سنتحدث عن, عن موضوع النشاطات ربما الثقافية ومعك أنا قبل ما, ما أنت لأي نشاط آخر حقيقة يعني من, من أحد المشاريع اللي احنا بدنا نشتغل عليها في البلدية اللي هو إنشاء مركز للتدريب والتخطيط التدريب انه يكون على شقين، شق لموظفين البلديه يأهلهم ويطور خبراتهم، اثنين يأهل شبابنا وشاباتنا خريجي الجامعات لتدريبهم وتأهيلهم للدخول لسوق العمل، يعني احنا في المناطق اللي بعيده عن عمان، يعني السلط بجوز تستفيد من الخدمات اللوجستيه الموجوده في عمان، لكن في الكرك من الصعب جدا جدا على خريج التوجيه وخريج الجامعه <applause> <applause> انه يحصل على فرصه تدريبيه <applause> الا في عمان في الكرك هاي المعاهد وهاي الكليات غير موجوده ممكن نعمل على توفير مركز لتدريب الخريجين ونستغلها لتدريب الموظفين في البلديه ايضا قسم اخر اللي هو لغايات التخطيط والتنظيم لمشاريع البلديه مستقبلا لدراسة خطط البلدية مستقبلا لوضع خطة تنفيذ للبلدية لدراسة مخطط شمولي بس يعني اسمح لي هذا ربما أيضا ريت بسمعني رئيس جامعة مؤتة حتى تشتغل الجامعة مع المجتمع تفعل مركز خدمة المجتمع والتدريب هذا وفيها أساتذة إدارة استراتيجية وتخطيط مدن ومهندسين في كلية الهندسة يعني هذا يجب أن يساعد ويكون في الشراكة معكم من خلال جامعة مؤتة نتمنى هذا الأمر خليني أشوف تسمعني مهندس محمد انتقل للمهندس خالد يعني في الصلاحيات الممنوحة لرئيس بلدية في القانون مهندس وأنتم منتخبين شعبيا يعني هل تملكون أن ترفضوا مثلا شيء يأتي من عمان مثلا إذا ما فرض عليكم هل هناك استعداد للدفاع عن مطالب الناس بقوة وتحصيل أولوياتهم أمام ما يمكن أن تخططوا الحكومة أو ما تفرض عليكم وأين ترون صلاحياتكم ومدى استخدامكم لها أولا أريد أن أقول أن بالقانون أن البلديات ذات استقلال مالي وإداري. لكن للأسف الشديد لا يوجد أي استقلال مالي وإداري للبلديات. ليش؟ ليش؟ لأنه القانون القانون لما وضع مبتورا. المفروض أن البلديات هي أداة حكم محلي بمعنى الكلمة، يعني مسؤولة عن كافة الخدمات التي تتعلق بالمو... بالمواطن من مولده إلى وفاته. وما بينهم. هلا القانون بال 1923 عوده الى ملفات مدينه السلط تبين انه كانت بلديه السلط بال 1923 عباره عن حكم محلي تحدد اسعار الخضار والنقل والمواصلات واجره العمال و وا و و حدث ولا حرج هلا احنا في الـ 2013 للاسف الشديد لا نمتلك اي حق في اداره البلد العمل البلدي هلا بدي انا مساحه من الوقت قليلا لانه هذا موضوع شائك بتركيز جدا بتركيز وبصراحه تفضل نعم. صحيح. اولا كل صلاحيات المجلس البلدي رئيس البلديه 600 دينار شو 600 دينار؟ صلاحياته انه اذا اي عمل بده اياه 600 دينار يعني الصرف صرف هلا اذا صلاحيات بالشهر؟ بالمعامل الواحده آه. هلا كل قراراتنا يجب ان تاخذ توثيق من من عمان، يعني انا اذا بيخرب عندي معده بتكلف مثلا 10 15000 دينار الا تاخذ من عمان موافقه ورصد و في مراقبه قضية؟ يعني بتتم في عمان طبعا هذه احد هذا الحكي يأخذه ثلاث اشهر اوف آه طبعا انا بحكي عن قضيه عقوبات أمامي في اكثر من موضوع هل هذا جزء من نظام بالوزاره ولا اجتهاد نظام بالوزير؟ نظام, العمل في الوزاره هيك امم هلا واحد اثنين احنا عندنا مشكله بجوز موجود عند الجميع عندي مشكله بعمال الوطن انا بحاجه ل 220 عامل وطن في بالسلط عندنا 90 عامل وطن منهم اجزاء موج... بعضهم محولين الى وظائف اداريه وكيف تغطي هذا النقص؟ وعندي شواغر ل 30 ل 30 عام الوطن عينت اوقف قرار التعيين من قبل مين؟ لانه في قرار بعدم التعيين من قبل مين اوقف؟ هلا الوزاره وال... وال... وال والحكومه بالكامل يعني احنا حتى نكون واضحين مهندس خالد معالي الوزير الدكتور الاستاذ المهندس المصري كان يجب ان يكون معنا في اتصال هاتفي يساهم بهذه الحلقه آه لكن آه بنحاول نتصل معه تليفونه مغلق ان شاء الله يكون خير سيدي و... اذا تسمح معه ان شاء الله اذا آه اذا نتحدث هلا اذا بنخطط صح المفروض انه المجلس التنفيذي المكون من كل مدراء الدوائر هم, هم ب لا هم بامر مش بامر يعني شخصي ممثلين. هم ممثلين وبالتالي يجب ان يكونوا ب تحت مظله البلديه صحيح لكن المجلس التنفيذي حاليا هو تحت مظله المحافظ المحافظ في تعارض يعني هلا في تعارض ليش؟ لانه انا ما انا كبلديه من اؤدي الخدمه مم. وانا كبلديه من اتحدث عن كيف تحفر الشارع كيف بتعيف الاوضاع المجلس البلدي وعند التنفيذي نعم. صار في مجلسين نعم هلا المجلس التنفيذي هذا بالنهايه يجب ان يعقد بالبلديه ويتم تنسيق الاعمال من خلال اجتماعات على الاقل بنش يقول كل اسبوعين كل اسبوعين هلا احنا بيجوا بسلطه المياه بحفروا الشوارع طب اذا اذا ما كان في هناك معرفه ومتابعه وتحديد اولويات واعاده اوضاع منظم البلد كلها بتشكي من الحفر الموجوده صحيح شبكات المياه متهالكه الكهرباء بحفروا الاتصالات بحفروا كل بحفر كل بحفر طب اذا كان ما فيش صلاحيه لرئيس البلديه ان يقول مثلا لشركه الكهرباء خلال اسبوع سك سكر حفرتك او خلال يومين فكر حفرتك، بامانه عمان تعمل كالتالي مسموح لك تعمل من الساعه 12 بالليل للساعه 7 صباحا، 7 صباحا لازم تكون معيد الاوضاع. طيب طيب كيف بدك كيف بدك تشتغل هذا شو شكرا طيب. مهندس احنا معنا خمس دقائق حتى اكون واضح معكم، م. بالنسبه للتعيينات الموجوده في البديات كيف هو حل مشكلتها؟ هل التعيينات السابقه هي معضله بالنسبه لكم مهندس محمد؟ لنا شك يعني خلال البلد يعني من 2010 واللجان شغاله في البلديات كانت تعيين منقطع للاسف ومش هذا المشكله المشكله انه يعين عامل ورشي وعامل وطن لكن انت تجده هو في وظيفه كتابيه حقيقه لا يمارس هذا العمل وهي صفت مشكله للبلديات هذا اوجد ترهل اداري كبير في ترهل اداري وحقيقه المسؤول عنه وزاره البلديات انا انا ما بلوم رؤساء اللجان اللي كانوا موجودين ولا بلوم البلديات على وضع الحالي للبلديات على العكس يعني هم الموظفين اصحاب فزعه وقادرين على العمل وقادرين على الشغل لكن ما تم من ممارسات من الـ من الـ 2010 تحديدا على البلديات غيب دورها بالكامل انا انا بضيف شو إنه بالطالب طيب حتى نحل يعني بدنا الحلول اللي هو بس, أسمح لي. بس اكمل لي يا سيدي هل هل شو المشكله برجع خليني لا انا بسحب اولا انه يعني في تغول حكومي كبير جدا جدا على البلديات بالقانون وبغير القانون يعني بالاتفاقيات المبرمه مع وزاره المياه رواتبكم انتم من, أنت من ميزانيه مع... البلديه ولا من وزاره من موازنه من موازنه البلديه لكن من الايرادات الذاتيه للبلديه وفي ايرادات حكوميه اللي هي عن طريق آه ضريبه المحروقات اللي تسوف للبلديه لكن للاسف يعني هي وصلت 8% بموجب القانون لكن البلديات ما بتحصل منها 3% طب الحكومة هذا تغول حكومي كبير جدا جدا على البلديات وصل شيء من الحكومة يصل هو تباعا لكن لا تكاد أن تكون حسب النسبة القديمة اللي هي 6% بالمية. لكن من 2012 يجب أن تكون النسبة 8% بالمية. للأسف ما بصل 4% للبلديات في حال وصول الـ الـ القيمة الرسمية اللي هي 8% للبلديات البلديات قادرة أن تنقل نفسها نقلة نوعية وموضوعية وأن تنعكس هاي النقله على المواطنين بصوره واضحه وكبيره جدا جدا، المطلوب تعديل القانون الحالي لأنه يكاد أن يشكل وصايه. قانون البلديات؟ نعم على عمل رؤساء البلديات وعلى البلديات بشكل كامل، لأن كل وزير كان يأتي للبلديات كان همه الوحيد سلب البلديات من صلاحياتها. وسلب البلديات من المسؤوليات المناطة برؤساء البلديات والمجالس البلدية وإضافة كلمة موافقة الوزير مصادقة الوزير يعني أصبحت البلديات حقيقة هياكل مفرغة من الصلاحيات الحقيقية اللي بتجعل منها أداة تنمية حقيقية في الوطن إذا بدنا تنميه حقيقيه لابد ان تكون البلديات بس, بس, بس انه حقيقي. السبب انه سحب الصلاحيات الوزير ليد الوزير هو نتيجه اخطاء بعض رؤساء البلديات و ممارستهم وتعسفهم الإدارة وأخطائهم كبيرة بالتعيينات التي تمت يا سيدي في قضاء وفي ديوان محاسبة وفي مكافحة فساد أي ما يكون بلدي. الحل بالمركزية نعم. الشديدة أي نعم. رئيس بلدي كان في عنده أخطاء يتقدم وفي قضاء عادل والقضاء يقول كلمته إذا رئيس البلدية في عنده أخطاء بموجب القانون لكن أن 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 تقوم الوزارة بإصدار تعاميم ما شاءت من التعاميم لتعطيل عمل البلديات وبعض التعاميم مخالفه للانظمه والقوانين طيب. العامله في البلديات وهذا للاسف بشكل خطوره كبيره على عمل البلدية. بدي اسالك باقل من نص دقيقه حتى ترجع المهندس، موضوع حديقه المشير حبس المجالي وضعها تعيس في مدخل الكرك هل يمكن اصلاحها؟ هل هناك توجه لها؟ مدخل المدينه الجسر ايضا نعم نعم يعني الان سوف يظهر عطاء صيانه جديد لحديقه المشير حابس المجالي وايضا عدد من الحدائق حقيقه رفق. وان شاء الله راح نعمل يعني اضافه الى تحسين الخدمات بشكل عام نعم. يعني من نظافه من فتح وتعبيد للطرق من اناره من تجميل لمداخل المدينه راح آه نعيد ألك البرنامج الثقافي لبلدية الكرك سابقا اللي هو آه مهرجان الكرك الثقافي جائزة الناصر صلاح الدين للإبداع آه برامج الثقافية للأطفال آه برامج مع التربية والتعليم للمدارس برامج أعرف وطن في كثير صحيح. من القضايا حقيقة راح تظهر إن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله مهندس آه يعني أنا أول شيء إذا كان نفس السؤال المطروح على زميلي نعم أقول معك. نعم والله انت قاعد يعني بتاخذ من وقت كثير. احد بغاوز مع, مع السلطيه لا والله بغاوز بالعكس بغاوز مع الكراكية اليوم. الله الله تفاعلنا <بحس تصحنا> مع يا سيدي انا <تصحنا> بالنسبه لي اولا يعني انا بقول انه في مدينه السلط وكل في الكبرى كبلديه عندنا 70% من الموازنه تستهلك كرواتب. رواتب <تصحنا> <تصحنا> نعم. هلا حجم الموازنه المقرر المتوقعه للمدينه السلط الكبرى 7.4 بالعشرة مليون ما تم تحصيله حتى تاريخه اثنين وتسعة بالعشرة احنا ثلثين من المدة انقضت ثلثين من المدة انقضت هلا انا عودة على موضوع اه إمكانيات احنا لحد الان وصلنا حوالي مليون دينار من دعم الموازن من دعم المحروقات ومقدر إن مليون ثمانمية في حين انه في حال الحسبه الحقيقية تصل الى ثلاثة واربعة بالعشرة مليون فاذا احنا الدولة يعني بالاساس ماخذ ما واحد ستة بالعشرة ما يعني فاذا انا واحد ستة بالعشرة اذا لم تعد الدوله بقضيه 8% ست مش ستوقف لن يقف عمل البلديات ما في خدمات وصلنا نستمر وراح نقدم خدمات لكن مستوى الخدمات ما بكون ما بتدمر مع المهندس محمد انه 8% بتحل مشاكل، طبعا بتحل مشاكلنا هلا اذا نظرنا لموضوع خدماته انا بدي اقول شغله اساسيه هذه البلديات يجب ان تكون وحدات تنمويه معايير المفهوم التنموي مسحوب من البلديات لسببين اولا عندنا الكوادر الموجوده حاليا هرم الهرم الوظيفي مقلوب يعني انا عندي 696 موظف العاملين في الخدمات اللي هم 90 عامل ويلحقوا الحراس وهي لكن في عندي مرحله بسيطه مستهلك كل بلديه لما اتحدث عن بلديه كبلديه الصبط الكبرى الوقت انتهى بعرف انه عندك الكثير وتستحق السلطه الكثير ان نكون وفيين لها ولكل مدننا ايضا الحبيبه في هذا الوطن العزيز اشكر لكم اعزائي المشاهدين المتابعه ودوام المشاهده شكرا وقت. انه المناظر اللي طلعت ترى الزباله مش من السلطه مش صور من السلطه بالكم السلطه بطلع منها لكل طيب طيب على طيب يا سيدي مهندس خالد العثمان شكرا لتفضلك بالحضور والنقاش مهندس محمد المعيطه شكرا لكم شكرا أمنيات ريب. لكم بعمل بلدي ان شاء الله ناهض حتى نلتقي غدا استودعكم الله